في الحقيقة أولا سأعطي مقدمة عن تركيا قبل أن أتحدث عن الصراع المحتمل بين تركيا واليونان. وليعلم كل عربي مسلم من كان في قلبه مثقال ذرة حبة إيمان، من لم يتصهين أن تركيا بلد مسلم، وعلينا الانتصار لهذا البلد المسلم مهما كانت خلافاتنا معه السياسية، فيبقى الأصل الإيديولوجي هو واحد والأصل الديني هو واحد. تركيا دولة مسلمة والدول العربية دولة مسلمة. إذن أقول هذا السؤال، إذا أردنا أن نقارن بين تركيا واليونان، هذا السؤال ما كان ينبغي أن يطرح. إذن لا مجال لمقارنة بين تركيا واليونان، فاليونان هي دولة تنتمي الاتحاد الأوروبي ولديها جميع مقومات النجاح، ومع ذلك فشلت. وتركيا دولة سعت جاهدة للانضمام الاتحاد الأوروبي للحصول على تلك الامتيازات، بعض تلك الامتيازات التي تحصل عليها اليونان، لكن لم تحصل على ذلك، بل حصلت مقابل ذلك على مجموعة من المؤامرات من أمريكا والغرب لإفشالها. المحصلة أن يونان هي دولة لا مقومات النجاح، دولة فاشلة لا مقومات النجاح، وتركيا هي دولة ناجحة لديها جميع مقومات، تحققت لها جميع مقومات الفشل. هناك بعض العرب الصهاينة الذين يحقدون على تركيا ويكرهونها، ليس لشيء إلا لأنهم مالوا جهة العدو الصهيوني، وانعدام ذلك الوازع الديني لديهم، لأن من لديهم إذ قالت حبة خردل من إيمان فإنه ينتصر لأخيه المسلم ولو كان في خلافات. حقا أولا سأقوم سأعتمق. إذن لو افترضنا قيام حرب بين اليونان وتركيا، قبل أن أتحدث، تركيا بلد شامخ تعتبر من أول من أكبر القوى العسكرية على الصعيد العالمي واليونان، ويمكن مقارنتها حاليا القوة ديالها الحالية بفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول الكبرى، لكن يتوقع في العشر سنوات المقبلة أتوقع أن تكون تركيا في مستوى الدول الكبرى، مثل وعلينا الانتصار لهذا البلد. الآن أكبر دول عسكرية في العالم هي لدينا أمريكا، مهما كانت خلافاتنا معها متبوعة بروسيا، متبوعة بالسياسية، من الناحية العسكرية ليس الاقتصادية. تركيا في العشر سنوات المقبلة ستصبح من بين الخمس دول الكبرى عسكريا على الصعيد العالمي، لأنها تمتلك لا تشتري أسلحة، لا تنفق ملايير الدولارات لشراء الأسلحة مثل الدول الخليجية الغربية، لا، هي تقوم باستثمار ملايير الدولارات لتحصل على التكنولوجيا، فهي تصنع ما لديها من أسلحة. لديها غواصات، دبابات، حاملة سفن، طائرات، لديها طائرة مسيرة وهليكوبتر، وهي الآن تشتغل على مشاريع لإنتاج نفاثات، طائرة نفاثة من الجيل الخامس. المحتمل يبقى السؤال المطروح، ماذا يحدث إذا قامت حرب عسكرية بين اليونان وليعلم كل عربي مسلم بطبيعة الحال من كان في قلبه إذا وقعت حرب بين حبة إيمان الدولة العملاقة تركيا والدولة الصهيونية الذبابية اليونان، فإما أن تدخل دول أخرى في هذا الصراع يا البلد المسلم، اذا لم تتدخل يعني كان ما كانت خلافاتنا مع 100% يونانية تركية، فالسياسي حقك يبقى الاصل الايديولوجي هو واحد، اقول ستسحق والاصل الديني هو واحد. تركيا دولة مسلمة والدول العربية للحرب الثنائية، لكن إذا حدثت حرب لا قدر الله، ونحن هذا السؤال إذا أردنا أن نقارن بين تركيا واليونان، هذا السؤال ما كان ينبغي أن إذا حدثت حرب فليس هناك طرف مستفيد، في الحقيقة هناك طرف خاسر، سأعطي مقدمة عن تركيا، وهنا في الشق الثاني الذي سأتحدث فيه عن احتمالية تحدث حدوث حرب إقليمية لانضمام دول أخرى لهذه الحرب،
ستعرفون مدى الخسائر بين تركيا واليونان، تنجم عادة الحرب وقد تتحول إلى حرب عالمية. فطبيعة الحال الإعلان وتركيا ينتميان إلى تكتل عسكري في مثقال ذرة حرب. هذا النظام إذا حدثت حرب بين تركيا واليونان إما أن يقيم في طرف المتفرج أو الحكم، تركيا بلد لكن في وعلينا الانتصار في هذا البلد المسلم. النيتو عبارة عن طرف محايد، لن ما بعد خلافتنا معه دولة. في هذه الحالة يبقى الأصل الإيديولوجي، سيكون النيتو عبارة عن حكم وأصل ديني وواحد، طرفين يتقاني فيه. تركيا دولة مسلمة، لكن إذا حاجة دولة مسلمة لطرف دون طرف في هذه الحالة المرجح الطلب الغالي أنه الذي هو هذا السؤال ما كان مصرانية ينبغي للدولة المصرانية اللي هي اليونان، فتركيا ستنسحب من هذا التنظيم وستتحالف مع روسيا. لماذا ستتحالف مع روسيا؟ لأن روسيا دولة استعمارية وتريد عن الصراع تتحيز الفرصة لكي تفرض سيطرتها المباشرة والاستعمار المباشر أو غير المباشر لبعض الدول الأوروبية وخاصة كل عرب أوروبا الشرقية التي كانت تنتمي إلى المعسكر مثقال ذرة حبة إيمان، المعسكر الشرقي كانت تنتمي للمعسكر الشرقي وكانت تحت إيمانتها. روسيا لهذا البلد المسلم تحس بالحنق ما كانت وأن ضاعت منها شيء كانت تملكه، وهي دول أوروبية وخاصة دول البلطيق وعلى رأسها ليتوانيا. ليتوانيا كل هذه الدول الصغيرة لاتفيا ودول مسلمة والدول العربية، لكن هناك في الحقيقة عائق كبير جدا أمام روسيا لتحقيق هذا الهدف. هناك الاتحاد الاقتصادي، إذا أردنا أن نقارن بين الاتحاد الأوروبي وهناك الاتحاد الأمريكي ينبغي أن ما كان هذا الاتحادين موجودين فسيصعب على روسيا إذا لم تكن تستحيل عليها أن تحقق هذا. أحسن شيء لها الخطة التي تنتهجها روسيا الآن هي فرق الشد قبل أن تحدد زعزعة هذه التحالفات. وفي هذه الحال فانسحاب تركيا بين تركيا ولهذا التحالف سيعتبر تصدع كبير لهذا التحالف ومكسب كبير لروسيا في خطتها بعيدة المدى لتشييد هذه كان في قلبه لتقوم بعد ذلك بالانقضاء والإجهاز على هذه الدويلات الصغيرة التي كانت تعتبر على جزء من لهذا البلد المسلم المونوبول ديالها، يعني جزء من ما كانت خلافاتنا معه كانوا سابقا هو اللي يقود الاتحاد السوفيتي. الان روسيا تعتبر نفسها الوريث والامير الشرعي للاتحاد السوفيتي وتريد ان تقوم بنفس الدور الذي قام به الاتحاد السوفيتي وتريد ان تضم نفس الدول التي اقول كانت تحت لواء الاتحاد السوفيتي ولن يسامح في اي شبه من هذا السؤال ما كان ينبغي ان يطرح. ممكن حينما حدث الشخص انشقاق حينما انشقاق بينه وبين الاتحاد الاوروبي اذا انحاز الناتو ليونان في حرب محتمله مع تركيا ستنسحب في نصف يوم ستنسحب تركيا من هذا التحالف وستتحالف مع روسيا بين تركيا واليونان. وليعلم كل عربي مسلم في هذه الحاله قد يحدث نوع من الايمان التوازن بين الناتو وروسيا او بين الدول الداعمه لليونان والدول الداعمه لتركيا، وعلينا الانتصار لان هذه الدول وخاصه روسيا وامريكا تمتلك سلاح يسمى سلاح الردع النووي، هو لا يستعمله في الحروب لكن من يمتلكه يكون اقوى من الطرف الاخر. فاذا كانت دوله تؤيد تركيا تمتلك هذا السلاح والدوله المعارضه تمتلكه او يدعمها من يمتلكه سيكون هناك ردع بينهما وستبقى الحرب عبارة عن حرب تقليدية وقد تنتهي بصحة اتفاقية سلام أو قد تطول أمدها. لكن إذا ما قدر وكانت هذه الحرب فالخاسر فيها بدون يعني لا مجال للمقارنة بين القوة التركية العملاقة والضعف اليوناني القزم الدولة القزم. قبل أن تحت حبشو قناة الأحجار الكريمة قناة الأحجار الكريمة قناة الأحجار الكريمة, قناة الأحجار الكريمة.